تسبب احتلال داعش لمناطق عديدة في العراق بحرمان أطفالها من حقهم في التعلم بسبب إجبار داعش أطفال تلك المناطق على الالتحاق بمدارسه التي تحث على العنف والتطرف وتعلم استخدام السلاح وأساليب القتل للأطفال. ومع احتدام معارك تحرير المناطق المحتلة هرب كثير من أهالي تلك المناطق إلى مخيمات تفتقر إلى مدارس ومعلمين مؤهلين لتعويض هؤلاء الأطفال الذين تركوا دراسة لعامين متتاليين. تفاصيل أوفى في تقرير مراسلنا من الأنبار معاذ الضيغمي. بعد أن حرمهم داعش من التعلم لنحو عامين يستعيد هؤلاء الأطفال بعض حقهم في التعلم في أحد مخيمات النازحين بمحافظة الأنبار والذي استقبل أكثر من 1000 أسرة عراقية ممن هربوا من مدينتي هيت وكبويسة. أنا بسبب داعش بقيت بالبيت ويعني لا دوام ولا شيء. وأنا من يعني بسببهم من وراء مناهجهم إنه نتعلم شيء للرشاشات، كيف تجمع بين الدبابات، شلون تفجر، شلون هيك، شلون تفك العبوات، هيك كلها يعني. فأنا بقيت بالبيت يعني كل ما بقيت بالبيت سنتين كله من وراهم، يعني أنا لو مداوم هالسنتين هسه أنا بالثالث مستقبلي يعني راح كله. في ظل احتلال داعش لم يكن أمام هؤلاء الأطفال سوى الانصياع إلى توجيهات مسلحي داعش وفكره المتشدد في مدارس ومخيمات أنشأها التنظيم لتسهم في تكوين جيل من المقاتلين الجدد ومن يرفض الالتحاق بمدارس التنظيم أو دورات ما يسمى بأشبال الخلافة يعاقب بشدة. يقولون إذا ما تداومون ناخذكم الحكومة على المحكمة يجلدونه. واحد صغير أخذوا غصب وسجلوا وياهم أمه قامت تبكي عليه وأخذوا وياهم يعني سجلوا ودربوا عن السلاح.